أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجيلك كل تنويهات القصص أول بأول. بنتمنى لك استماع ممتع وأقصى درجات الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. ودلوقتي جه ميعادنا مع الرعب، والنهاردة الرعب بتاعنا تحديدا مش هقدر أقول عليه رعب، لأن الملفات السرية دايما ليها حالة ومود مخصوص. والملف النهاردة هو من أكتر الملفات اللي الناس طلبت منا إن احنا نتكلم عنه، المنطقة 51. ملفنا النهاردة بعنوان المنطقة 51، ممنوع الاقتراب أو التصوير، والأطباق الطائرة، كائنات فضائية، أسلحة متطورة، تجارب على البشر، مخلوقات مجهولة. أهلا بكم في المنطقة 51. هي منطقة سرية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، بيتم فيها إجراء تجارب سرية، بيستخدموا هناك تقنيات متطورة جدا. معظم الكلام اللي حوالينا المنطقة دي أقرب للأساطير من خلال وثائق مسربة من بعض الهاكرز على مواقع الإنترنت. قدرنا نوصل لصورة شبه كاملة عن المكان الغامض ده من جمعنا من أكتر من مصدر كل ما يخص المنطقة 51. بتقع المنطقة 51 في نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية، على بعد حوالي 80 ميل من وسط مدينة لاس فيغاس. بتعتبر واحدة من المناطق الأكثر سرية على وجه الأرض، وبتضم قاعدة ذات حماية مشددة للغاية. بالمناسبة دي المنطقة اللي ظهرت في الجزئين بتوع فيلم إندبندنس داي هي نفس المنطقة 51. الغرض من بناء القاعدة دي غامض جدا وغير معروف. في إشاعات بتقول إن القاعدة بتستخدم للبحث والتطوير والتجارب. كانت الحكومة بتنفي وجود هذه القاعدة تماما حتى عام 2013، حتى تم الاعتراف بها رسميا دون الإفصاح عن سبب وجودها. ولاية نيفادا معروف أنها المنطقة اللي أجريت فيها معظم التجارب النووية الأمريكية. بيقال أن من ضمن التقنيات الموجودة في المنطقة 51 شرائح إلكترونية في حجم حبة الأرز، بيتم قذفها من مسافة أو حقنها للشخص المحدد، وبيقدروا من خلالها أنهم يتحكموا في الشخص ده. الشريحة دي بيتم التحكم فيها عن طريق الكمبيوتر، وبتقوم بإرسال ذبذبات للمخ مباشرة واختراقه. مفيش أي جهاز أشعة تقليدي بيقدر يكتشف هذه الشريحة، وبيقال إنها مزروعة في بعض رؤساء الدول وأيضا بعض الشخصيات الهامة من السياسيين والفنانين. في المنطقة 51 بيتم التواصل مع سكان جوف الأرض، وزي ما ذكرنا في ملف سابق من ضمن سكان جوف الأرض مخلوقات تدعى الرماديين. كمان بيتم إجراء تجارب رهيبة على البشر، الهدف منها هو الوصول لفكرة الخلود واكتشاف طريقة لقهر الموت. التكنولوجي الموجودة هناك متطورة جدا، موجود مركبات حديثة وروبوتات متطورة تقدر تقوم بمهام قتالية. الأسلحة والمعدات الموجودة هناك تحت الأرض موجودة تحت الأرض بمسافات كبيرة جدا جدا. لو انت اتفرجت على فيلم Resident Evil كان موجود في الفيلم شركة اسمها Empire. في الفيلم كانوا علشان ينزلوا للشركة بينزلوا من خلال أسانسير في عمود طويل جدا ممتد إلى داخل الأرض ما يقرب من 500 متر ويمكن يزيد كمان. المشهد ده تحديدا هو نسخة طبق الأصل من المنطقة 51، وقيل أنه مشتق منها بالكامل. معلومة خارج الموضوع، كتير من أفلام هوليود بتقتبس أحداثها من أشياء حقيقية حدثت بالفعل، وطبعا ليك الحق تصدق أو ترفض. المنطقة 51 لها علاقة مباشرة بالتواصل مع الكائنات الفضائية، وكمان بتقوم ببعض التجارب على البشر. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أمريكا كانت بتحاول تصنع جنود خارقين لحروب المستقبل. وقتها تم إطلاق مشروع اسمه مشروع أباجيل. الشخص المسؤول ومدير المشروع هو القائد ألبرت ويسترن، كان عالم من العلماء المشهورين جدا في علم الوراثة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان بيعمل في المنطقة 51. طبعا كان محتاج متطوع يقوم عليه بالتجارب وفي نفس الوقت يكتم أسرار المشروع ويكون محل ثقة، خوفا من الاتحاد السوفيتي العدو اللدود لأمريكا في الوقت ده. المفاجأة أن القائد قرر تكون بنته أباجيل هي فأر التجارب في هذه التجربة.
كانت أباجيل طالبة جامعية بتدرس علم الوراثة، وكانت ذكية وموهوبة جدا في المجال ده زي والدها. أباجيل وقفت على خوض التجربة بسبب الفضول العلمي الكبير اللي عندها. بدأت التجربة عليها ببعض الجلسات الإشعاعية والتجارب البسيطة واللي ما كانتش بتبشر بالخير. بمرور الوقت بدأ يتم إعطائها عقار خاص، وبعدها جلدها بدأ يتجعد وبدأ كل شعر جسمها ورأسها يتساقط تدريجيا. فقدت لون بشرتها وأصبحت شاحبة جدا، لونها تحول إلى اللون الرمادي، ومع مرور الأيام كانت بتتشوه أكتر وأكتر. اتغير شكل أسنانها وبدأت أطرافها بالتمدد وبقت أطول. على مدار الأيام حاول بقية العلماء إيقاف اللي بيحصل ليها بشتى الطرق، لكن والدها رفض وقال إن بنته وصلت لوضع سيء جدا وهتموت في جميع الحالات، ومفيش حل غير إنه يكمل التجربة. وافقت أباجيل على كلام والدها، وبعد محادثات مع القيادة العليا تم إكمال التجربة. إيه اللي حصل بعد كده؟ محدش عارف، لكن تم تسريب معلومات من رئيس الطهاة في المنطقة 51 إن القائد أمرهم بإحضار كميات ضخمة من الطعام لأحد الغرف. فيما بعد اتضح إن كمية الطعام الكبيرة كانت للفتاة من أجل تغذية جسدها. بيقال إنها تحولت لشيء مرعب وتم حبسها في غرفة حصينة. بالليل كان يسمع صرخات رهيبة. واحد من الجنود هناك قال: شفت مرة ظل هذه الفتاة، كان ظل عملاق يصل لثلاثة متر، ليها أظافر وأسنان حادة وجسم يشبه المسخ. أصبحت أباجيل شبيهة بالحيوانات البرية الشرسة أو الوحوش. في خلال عدة أيام حاول بعض العلماء إن هم يقتلوا أباجيل، لكن والدها كان ليهم بالمرصاد وحاول إنقاذها. كان بيحاول بشتى الطرق إن يرجعها لحالتها الطبيعية بأي ثمن. بعد عامين وفي الساعة 7 من يوم 4 أكتوبر سنة 1955 فارق والدها الحياة، وترك وصية للحكومة بيطالب فيها إن هم ما يقتلوش بنته وإنها تفضل حية لحد ما تموت بشكل طبيعي. احترمت الحكومة رغبة والدها، لكن عملوا حيلة صغيرة علشان يقتلوها بطريقة غير مباشرة. تم تقليل كمية الطعام عنها ومحاولة تجويعها علشان تموت في أسرع وقت. كانوا بيطعموها كل 3 أيام بس، كانت تفضل تصرخ طول اليوم وتحاول تكسر الجدران. في أحد الأيام هربت، قتلت 2 من الحراس برغم محاولاتهم في قتلها بالرصاص، لكنها ما تأثرتش. قطعت جثثهم تماما، لكن تمكنوا من القبض عليها وإنقاذ الموقف قبل ما تستطيع الخروج من أسوار المنطقة ومهاجمة البشر. وضعت أباجيل في سرداب تحت الأرض، وبيعتبر أكتر مكان محصن في المنطقة 51. حتى هذه اللحظة يقولون أنها على قيد الحياة. بيقسم بعض العاملين إن صوت صراخها ومحاولاتها للهرب موجودة حتى الآن وتتزايد يوميا. مين عارف، مش يمكن في يوم من الأيام تخرج وتتشاف. من مدة ظهرت دعوة لاقتحام المنطقة 51 وكشف غموضها. الفكرة بدأت من عند شخص اسمه جاكسون بيرا، عمل إيفنت على فيسبوك وسمى الإيفنت منطقة الموت 51، لن يمكنهم إيقافنا جميعا. جاكسون بيرا هو طالب جامعي، وصرح بعد كده أن الإيفنت كان كوميدي تماما، وبنه بيخلي مسؤوليته لو الناس فعلا قررت تقتحم هذه القاعدة العسكرية. عمل الإيفنت يوم 27 يونيو علشان يتفاجئ أنه مع يوم 22 أغسطس عدد المشاركين فيه 2 مليون شخص، وكلهم قرروا الذهاب والاشتراك. الأمريكان بيتهموا الحكومة بأنهم بيخفوا في المنطقة دي تكنولوجيا سرية وبقايا سفن فضائية. أمريكا أعلنت أن المنطقة دي ضمن نطاق تدريبات الجيش الأمريكي، وأعلنت عن استخدام سلاح الجو لحمايتها. في 10 يوليو قال المتحدث الرسمي باسم القوات الجوية لواشنطن بوست: الجهات الرسمية يقظة للحدث، وأصدرت تحذير مفاده أن المنطقة 51 نطاق تدريب مفتوحة للقوات الجوية الأمريكية. احنا بنشجع كل الناس تقلع عن فكرة المحاولة للوصول للمنطقة 51 اللي بيتدرب فيها القوات الجوية الأمريكية، والقوات الجوية الأمريكية دوما مستعدة لحماية أمريكا وممتلكاتها ضد أي شخص مهما كان مين. باختصار هو كان بيهدد بالقتل لأي حد يفكر في الاقتحام. نروح لغلوريا.
جلوريا هي أستاذة جامعية في علم الأحياء، اتفاجأت في يوم من الأيام طلب من الـ FBI إن هما محتاجينها في تحليل مادة رفضوا الإفصاح عنها وعن طبيعتها. تم استحاب جلوريا للمنطقة 51 وقضت أسبوع كامل في تحليل بعض العينات، كان شغلها محاط بالسرية التامة. لما رجعت رفضت تحكي لأي حد هي عملت إيه. خلال الوقت بدأت تحس بقشعرة باردة بتحتل كل جسمها. زوجها حس إن في حاجة مش مظبوطة، لكنها قالت إن كل حاجة كويسة وتمام، هي بس مرهقة ومحتاجة تنام. لما تأخرت جلوريا في النوم زوجها راح يصحيها، وأول ما دخل شاف وش مخلوق غريب بيراقب زوجته اللي هي لسه نايمة وكان واقف ورا الشباك. مش ده بس اللي كان مفزع، اللي كان مفزع كمان إن هما كانوا في الدور الثالث والمخلوق ده يعتبر طاير في الهواء. صحيت جلوريا في نفس الوقت اللي المخلوق اختفى فيه ولسه زوجها بيحاول يكلمها، صرخت صرخة رهيبة ووقعت على الأرض فقد الوعي. نقلت جلوريا للمستشفى، وفي غرفة الطوارئ اتجمع الفريق الطبي حواليها. حالتها كانت سيئة جدا، ضربات قلبها ضعيفة. تم حقنها بأدوية ومحاليل معينة، لكن استجابتها للعلاج كانت ضعيفة. قرروا ان هم يعرضوا قلبها لصدمات كهربائية. فجأة جسمها أفرز مادة زيتية ريحتها تشبه ريحة التوم. أخذوا عينة من المادة دي، وفي نفس الوقت لاحظوا أن دم جلوريا بيحتوي على جزئيات غريبة. بدأ الأطباء والممرضين اللي موجودين واللي بيحاولوا ينقذوا جلوريا يقعوا على الأرض فاقدين الوعي واحد تلو الآخر. فورا تم إعلان حالة الطوارئ في البلد، وتم عمل حجر صحي على المستشفى. كل ده تم بعد 40 دقيقة من دخول جلوريا المستشفى، وفي الوقت ده هي ماتت. خلال 40 دقيقة دول أصيب 23 شخص في المستشفى بحالة غريبة من فقدان الوعي وانخفاض في درجات الحرارة ودقات القلب. محدش عارف طبيعة الشيء أو المرض اللي أصيبت بيه جلوريا واللي انتشر بهذه السرعة. بعد احتواء المرض تم عمل تحاليل وتحقيقات طويلة. تم تشريح جثمان جلوريا واكتشفوا ان جسمها مسمم وبيخرج منه غازات سامة وقاتلة. فيما بعد صدر امر باغلاق القضية، واختفت نتائج التحقيقات بالكامل فجأة. اما عن المخلوق اللي كان بيراقب جلوريا من خلف الشباك فسره فضل محدش يعرف عنه حاجة. المنطقة 51 على طول ليها طابع غامض بشكل كبير، ومن الصعب جدا اكتشافه. تقارير نشرت في نيويورك تايمز الأمريكية بتقول إن استخدام الأول لتلك المنطقة كان سنة 1941، وكان الهدف من استخدامها كمنطقة جوية تدريبية ودعم تطوير واختبار الطائرات تجريبيا وتجريب الأسلحة. بعض المواقع والقنوات العالمية تداولت صور وفيديوهات لطائرات من نوع غريب بتحلق في تلك المنطقة. البعض بيقول إنها مش طائرات، إنها مركبات فضائية، وهو الدليل الدامغ على وجود كائنات فضائية في المنطقة 51. اللي بيؤكد صحة النظرية دي هو إصرار الإدارات الأمريكية المتلاحقة الحفاظ على غموض المنطقة 51 وعدم كشفهم عن طبيعة الأعمال اللي بتقام فيها بأي حال من الأحوال. من بين اللي تم تداوله أيضا عن المنطقة 51 ونقلته التايمز الأمريكية قصة بتشير إن العمال أصيبوا بتشوهات نتيجة اختبارات بيولوجية كانت بتتم في هذه المنطقة. اتعرض العمال لنوع من أنواع المواد المجهولة تسببت في تغيير طبيعة الـ DNA في أجسامهم. قالت صحيفة الديلي إكسبرس البريطانية إن العمال هربوا واستخبوا في أنفاق وخنادق وتحولوا لكائنات مشوهة بتحاول الولايات المتحدة الأمريكية إخفائهم أو القبض عليهم والسيطرة عليهم بعيد عن أعين الإعلام. عارفين أفلام الرعب اللي بيبقى فيها مسوخ موجودة في الكهوف، كائنات أشبه بالبشر ولكنها مسوخ؟ بيقال إن هذه الأفلام اشتقت من أشكال العمال اللي تشوهوا في المنطقة 51. قيل إن اللي تم القبض عليهم أو قتلهم تم وضعهم في توابيت مصنوعة من الرصاص ودفنوا في حفرة عميقة تحت الأرض، ثم تم تغطية الحفرة بحديد منصهر. للدرجات دي المنطقة 51 كل اللي جاي منها بهذا الرعب والخوف؟ نروح لسنة 2013. حصل استنفار أمني كبير في المنطقة 51، وتم نشر قوات من الجيش وتمشيط المنطقة المحيطة بها. النظريات كانت متضاربة جدا حوالين اللي حصل. نظرية قالت إن بعض المخلوقات هربت من هناك، واللي زود احتمال صحة النظرية هو اللي حصل لعائلة جيم.
جيم وأسرته ساكنين في مزرعة قديمة من حوالي 8 سنين، وبعد اللي حصل من استنفار أمني في المنطقة 51 شافوا مخلوق غريب يشبه الإنسان لكنه أضخم وليه شعر بيغطي كل جسمه. جيم لما شاف المخلوق ده جري بسرعة وجاب البندقية وأطلق عليه الرصاص أكتر من مرة، ولم يتأثر المخلوق بأي رصاصة. اضطر جيم وأسرته يستخبوا لحد ما المخلوق هرب من المكان. بعد كام يوم من الموقف ده كانت الزوجة بتركب عربيتها وتفاجأت بالمخلوق ده واقف قدامها وبيبص لها بصة مخيفة، عينيه عينين بشرية، ما كانتش عيون مرعبة ولا أي حاجة، وكانت نظرته بتقول على روايتها إن هذا المخلوق إنسان مشوه وكان بيستغيث بيا، وسابها من غير ما يؤذيها. في نفس اليوم فوجئت الأسرة بأضواء رهيبة بتظهر في السماء، وشافوا شيء اسطواني غريب بيطير ويحلق في السماء، صوته زي صوت ضرب الحديد في بعضه. الأضواء والصوت كانوا مرعبين جدا. سمعوا بعدها صفارة رهيبة. بعد الصفارة دي كل أفراد أسرة جيم فقدوا الوعي. لما فاقوا ما لقيوش أي حيوان في المزرعة، كل الأبقار والكلاب كانت مرمية بعيد في وسط الصحراء وممزقة ومقتولة على نحو بشع، وكل أعضائها الداخلية منزوعة. على فكرة تم إنتاج فيلم وثائقي حول هذه الحادثة تحديدا اسمه سكين ووكر رانش. جيش الولايات المتحدة الأمريكية بيستخدم هناك تقنيات تمنع وصول إشارات الراديو أو التلفزيون أو الهواتف المحمولة. مجرد ما بتوصل هناك أنت كده معزول عن العالم تماما، واحتمال كبير دخولك يعني أنك ما ترجعش. قصص كتير تم تداولها وليها علاقة بالمكان، والقصص دي الناس بتوثق حقيقتها. القصة الأولى نروح لسنة 1956. كانت البلاد بتشهد جدل واسع لما أعلن الجيش الأمريكي بشكل مثير في بيان صحفي أنه عثر على بقايا صحن طائر تحطم في الصحراء القريبة من المنطقة 51. الإعلان أثار موجة هائلة من الرعب والخوف، لكن في اليوم التالي تراجعت الحكومة عن البيان وقالت أنه كان مجرد بالون جوي تابع للقوات الجوية الأمريكية. الناس ما صدقتش ده طبعا وقالت إزاي يصدر بيان من جهة رسمية ويتم نفيه، أكيد في حاجة. بعد كده تقدم بعض الشهود وقالوا شفنا جثث غريبة داخل الطائرة المحطمة. تم نقل الجثامين والحطام لقاعدة عسكرية سرية، وفي تسجيل مصور بيوضح تشريح كائن فضائي منهم. نروح للقصة الثانية. أليسون هو رائد فضاء أمريكي نجح بالصعود للفضاء في مركبة الفضاء ديسكافري، وبيعتبر هو أول أمريكي ياباني يصعد للفضاء. حكى أنه في أحد المرات كان ليه تجربة مدهشة داخل المنطقة 51. قال من حوالي 8 أو 9 سنين وأنا بتدرب كرائد فضاء بتوجه أنا ورفاقي للمنطقة 51، اتوجهنا ليها. دخلونا في أوضة اسمها غرفة المشاهدة وقالوا لنا هنعرض عليكم تقرير مهم. تم إطفاء أنوار الغرفة تماما واشتغل فيلم مذهل. الفيلم ظهر فيه قدامنا غرفة من غرف الفحص الطبي، غرفة كانت كلها مدهونة من اللون الأبيض، وفي وسط الغرفة كان فيه طاولة كبيرة فوقها أجساد صغيرة. الأجساد دي عبارة عن مخلوقات مظهرها غريب جدا شبه البشر، ليها إيدين ورجلين لكن رؤوسها ضخمة جدا وعيونها واسعة جدا. هم مش بشر على الإطلاق، احنا تأكدنا وقتها ان دي مخلوقات تانية، كان بينزل من أجسامهم سائل أزرق اللون. ده الكلام اللي أليسون حكاه ونشر، وبعد ما نشر الكلام ده اختفى أليسون واختفى اللي نشر الكلام ده كمان. سنة 1991 سام هو شاب أمريكي ولكن كان ضمن فريق الكشافة. في أحد الأيام كانوا في رحلة مدرسية وتشاء الظروف أن الأتوبيس يتعطل بيهم على الطريق. الموضوع ما كانش مقلق، نصبوا خيام على جانب الطريق وقرروا أن هم يقضوا الليل هناك. ما كانوش يعرفوا أن هم قريبين جدا من المنطقة 51 اللي كانت مجهولة وغير معلومة في الوقت ده. بالليل سام صحي من النوم وهو حاسس أن فيه شيء غريب. خرج من الخيمة بتاعته وقف يراقب الطريق الفاضي، لمح من بعيد شخص ضخم بيقرب من المنطقة اللي هم فيها. ملامحه ما كانتش واضحة، وشه ما كانش باين لأنه لابس حاجة زي قناع على وجهه، والقناع كان على هيئة وجه غراب. الشخص ده كان بيتحرك ببطء وطريقة مخيفة. وقف وبدأ يبص لسام وبدأ يتحرك على إيديه ورجليه زي الحيوانات. كان بيتحرك بسرعة رهيبة جدا بعد ما بدأ يمشي على إيديه ورجليه. سام ذهل من الموقف وتخش بمكانه.
مفيش أي مخلوق بشري يقدر طبعا يتحرك بالشكل ده أو بالسرعة دي وهو إيديه ورجليه اللي بيعتمد عليهم. في نفس الوقت مشرف الرحلة كان خارج من خيمته وفوجئ بالشيء ده جاي ناحيته، وقبل ما يفكر يصرخ الشيء ده انقض عليه وخنقه. المشرف حاول أنه يقاوم لكن المخلوق كان أقوى منه. سام وهو في مكانه سمع صوت رقبة المشرف وهي بتنفصل عن جسمه، نافورة الدم خرجت من الرقبة. بيقول المشهد بشع جدا، صرخت وقتها. المخلوق جري بسرعة وساب وراء الجثة الخاصة بالمشرف بدون رأس. الطلبة خرجوا وأصابهم الذعر والفزع الرهيب من هذا المشهد. محدش صدق القصة اللي حكاها سام بعد كده، حتى لما الشرطة جات وبدأت تحقق في الموضوع قالوا إنه حيوان مفترس، بس سام كان واثق من روايته. تم إصدار تعليمات للطلبة بعدم الحديث في هذا الموضوع. أما جثة المشرف فتم سحبها بواسطة أطباء الحجر الصحي، وبعد شهر تم إرجاعها لأسرته ودفنت في وسط حراسة مشددة دون أن يسمحوا للأهل إن هم يقتربوا من الجثمان. سام استمر على موقفه وإن اللي قتل المشرف كائن وليس حيوان مفترس، كائن غريب. وفيما بعد لما تم الإعلان عن المنطقة 51 في المكان ده، عرف إن المخلوق ده كان من المخلوقات الهاربة من المنطقة 51. المنطقة 51 بتبلغ مساحتها 200 كيلومتر، بتقع في قلب صحراء ولاية نيفادا الأمريكية، 134 كيلومتر عن شمال شرق مدينة لاس فيغاس. تم تسميتها بهذا الاسم من قبل الـ CIA أو المخابرات الأمريكية خلال فترة حرب فيتنام، وتم تأسيسها سنة 1955. بتعتبر المنطقة دي من أكثر مناطق التستر الأمني في العالم، ومصنفة ضمن البلاك سايتس، وتتكون من 5 حلقات أمنية. الحلقة الأولى هي عبارة عن طائرات بيتم التحكم بها عن بعد وكاميرات مراقبة حساسة شديدة الذكاء والدقة، بإمكانها اكتشاف أي مخلوق. من ضمن الحلقات الموجودة أيضا حلقة أمنية هي عبارة عن دبابات وآليات عسكرية ثقيلة بتقدر تواجه أي هجوم عسكري شامل، أو زي ما بيقولوا لو حتى هجوم فضائي. في سنة 1981 تلفزيون لاس فيغاس أجرى مقابلة مع بوب لازار اللي ادعى أنه كان من أحد العلماء اللي اشتغلوا في المنطقة 51، وأن شغله كان مرتبط بتفكيك مركبة فضائية جاية من خارج الأرض. ظهر مرة تانية في فيلم وثائقي واتكلم بالتفصيل على التكنولوجي الموجودة في المنطقة وقال إنها تكنولوجي غير بشرية، وقال كمان إن الكائنات الفضائية بتتدخل في حياة كوكب الأرض بشكل كبير جدا، وقال إنه شاف صور واطلع على وثائق حكومية بتتكلم على الموضوع ده وإن في فضائيين عايشين في وسطنا. الهاجس والاعتقاد المعتاد إن إحنا وسطنا كائنات فضائية. وقال إن الحكومة بتستخدم المنطقة 51 في إجراء اختبارات على المركبات الفضائية. بالمناسبة حسب أقوال بوب لازار المركبات الفضائية حجمها صغير جدا، يعني يدوب تساع للشخص أو اتنين. من خلال بحثنا إحنا بقى حول المنطقة 51 هنقدر نستنتج 4 نقط مهمين حواليها. 1، هي مكان ولادة مشروع فضائي عملاق خاص بالCIA المخابرات الأمريكية. 2، الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك تكنولوجيا مذهلة، البعض بيفسرها أنها عن طريق علاقات وتواصل مع الفضائيين. 3، المخابرات بتستخدم شائعات للتمويه حوالين المنطقة والاقتراب منها أو الحديث عنها، لأن اللي هيقرب منها هيتعرض للخطر وربما القتل لضمان عدم اقتراب أي حد من المنطقة 51. 4، البعض بيقول أنها مجرد مكان تابع للجيش، لكن زي ما بنقول دايما مفيش دخان من غير نار. لسه مكملين الملف بتاعنا الخاص بالمنطقة 51. بفكركم ان في قصة رعب نزلت على قناة احمد يونس على يوتيوب اسمها زائرة العنبر، والقصة دي تستحق ان انتوا تسمعوها وموجودة على قناة احمد يونس على يوتيوب. وبفكركم كمان ان احنا لينا جروب على فيسبوك للتواصل مع بعض اسمه عيلة احمد يونس. الجروب فيه ما يزيد عن 72,000، اتأكد ان هو ده العدد علشان في جروبز تانية بتحمل نفس الاسم ولكنها غير رسمية. مكملين ملف المنطقة 51. سنة 1947 اتفاجأ أهالي مدينة روزويل بصوت فرقعة رهيب، وشافوا نيران بتملأ السماء بعدها بمدة سيطرت قوات من الجيش الأمريكي على المنطقة ومنعت الناس من الاقتراب من موقع الانفجار. تم إصدار حظر تجوال
وأعلن بأن الجنود هيطلقوا النار ويقتلوا أي حد يخرج من بيته مهما كان مين. رغم كده ادعى العشرات من أهالي القرية أن هما شافوا طبق طائر ضخم متحطم. وبعد ساعات جت سيارة نقل عملاقة وهي بتحمل أشياء تم إخفائها تحت أغطية من القماش. المكان امتلأ بالعلماء والخبراء. وتاني يوم ذكرت جريدة روزويل الرسمية في عنوانها الرئيسي تصريح على لسان أحد الضباط المسؤولين بيقول فيه: سلاح الطيران الأمريكي يأسر طبق طائر. الخبر انتشر في كل الولايات الأمريكية وسبب قلق وصدمة، وتم سحب هذا العدد من الجريدة. وبعد أسبوع رجعوا تاني نشروا صورة لحطام الطبق الطائر وصور للمخلوق اللي تم العثور عليه. مر على الموضوع ده ربع قرن والناس نسيته، لكن سنة 1977 كاتب صحفي اسمه تشارلز بيرتس أصدر كتاب حقق أعلى المبيعات واتكلم عن الحادث ده تفصيلا، وقال إن المركبة الفضائية كان فيها مخلوقين فضائيين اتنين، واحد منهم مات والتاني لازال على قيد الحياة ونقلوا الاتنين للمنطقة 51. الحكومة الأمريكية التزمت الصمت حوالين الموضوع ده، لكن سنة 1994 أعلن طيار أمريكي متقاعد أنه كان بيملك فيلم كامل في تفاصيل مذهلة لعملية تشريح كاملة ودقيقة لأحد المخلوقات الفضائية اللي سقطت في مدينة روزويل. الفيلم انتشر بسرعة رهيبة وأذيع في محطات تلفزيونية كتير وشافوا الملايين في جميع أنحاء العالم. رغم كده خرج الرئيس الأمريكي بيل كلينتون للشعب الأمريكي وقال: على حد علمي لم تصطدم أي سفن فضائية في مدينة روزويل سنة 1947. فوجئ بهجوم واستهجان شديد جدا من الجميع. بعيدا عن كل اللي حصل، لازم نعرف أن معظم اللي اتكلموا عن الحادث ده تم تهديدهم جميعا بالقتل. الفيلم موجود على الانترنت بعنوان تشريح كائن فضائي حقيقة أم خيال. بيعمل في المنطقة 51 ما يقرب من 500 مهندس، كل شغلهم بيقع تحت بند سري للغاية. بيتم هناك إجراء عمليات لاستنساخ البشر وعمليات تهجين واسعة النطاق بين البشر والكائنات من خارج الأرض مع تخليق كائنات غريبة. المهندس بيل أوهاوس قال إنه عمل هناك تحت إشراف شخصية غامضة أطلق عليه اسم ثريد أو الأحمر. بيل أوهاوس مات سنة 2009. أي حد بيذكر معلومات عن المنطقة دي بيتعرض للاختفاء أو الموت المفاجئ. من ضمن المعلومات اللي أفشاها بيل كانت إيه؟ 1- يوجد نظام ضخم تحت الأرض بيتكون من قواعد ومركبات، وتحتوي هذه المرافق على مختبرات وورش هندسية عسكرية وثكنات آمنة للكائنات البيولوجية الغريبة. 2- هناك العديد من الأنواع الغريبة الموجودة، نوع من كائنات فضائية بشرية هجين من البشر، طويل ذات عيون كبيرة، نوع هجين اسمه الزواحف وهو عبارة عن مخلوقات كانت بتعيش تحت الأرض منذ مئات السنين. كمان كائنات الرماديين وبينقسموا لثلاث أنواع: طويل القامة، صغير، متوسط. النقطة الثالثة اللي أفشاها بيل كانت، قال إن قيادات المنطقة 51 قاموا بالتوقيع على معاهدة بين هذه الكائنات والولايات المتحدة الأمريكية خلال إدارة الرئيس الأمريكي آيزنهاور، وبيتم حاليا تبادل التكنولوجي في مقابل البشر، بمعنى ان هما بياخدوا بشر في مقابل اننا بنحصل على تكنولوجي متقدمة، مش احنا طبعا يعني المنطقة 51. وزي ما قلنا قبل كده ان الهدف الرئيسي للقاعدة غير محدد بشكل رسمي، لكن فعليا ليها تاريخ اسود وطويل مع نظريات مرعبة ونظريات من المؤامرة. من بين الشبهات أو المؤامرات أو نظريات المؤامرة بيقال إن هي المنطقة اللي صور فيها الأمريكان هبوطهم المزعوم على سطح القمر، وإن ما حصلش هبوط في الفترة دي على سطح القمر. في نظرية كمان بتقول إن الأمريكان ما طلعوش القمر وإنه كان فيلم متصور علشان يغروا روسيا إنها تحاول تعمل زيها، وكانت فعلا النتيجة إن روسيا حاولت وفيما بعد أفلست وتم حل الاتحاد السوفيتي بالكامل. الشبهة أو المؤامرة الثانية اللي بتحوم حوالين المنطقة 51 وهي تعتبر الشبهة الأهم، إن في سجن لكائنات فضائية محتجزة هناك من قبل الجيش الأمريكي وبيتم من خلالهم التواصل مع الكائنات الفضائية الأخرى. كتير من الناس ادعوا إنهم شافوا فضائيين أو صحون أو أطباق طائرة بالقرب من المنطقة دي، وكمان البعض قال إن تم اختطافهم من قبل كائنات فضائية.
سنة 1972 في أحد المستشفيات فوجئ المرضى وطاقم العاملين بالمستشفى بدخول واحدة ست منظرها سبب للناس حالة من القلق والخوف، لدرجة أن في ناس هربت وجريت من المستشفى. كانت لابسة فستان أبيض متغطي كله بالدم، بس ده ما كانش الشيء الوحيد المفزع. ملامح وشها جامدة، مفيش ليها حواجب فوق عينيها، ما بتتحركش. كانت ماسكة جثة قط صغير متقطع وبينزف دم. ترفع القطة كل شوية تقطع منه حتة بأسنانها وتاكلها. ووقفت في مكانها من غير أي حركة خالص ورمت من إيدها جثة القط ووقعت بعدها على الأرض. أخدوها غرفة الطوارئ، كانت ساكنة سكون الموتى. الأطباء قالوا هنحطها تحت التخدير علشان نقدر نسيطر عليها لحد ما الشرطة ترجع. معظم الموظفين اللي في المستشفى لما شافوا حالة السكون اللي هي فيها خافوا أكتر، وبدأوا يبصوا عليها بصات كلها قلق ورعب. لما الدكاترة حاولوا يخدروها دخلت في حالة هياج شديدة، وبقت فكرة ان هما يسيطروا عليها مستحيلة. وإذ فجأة اترفع جسمها من على السرير بنفس تعابير وشها الغريبة، والتفتت للدكتور اللي بيحاول يهديها وابتسمت ابتسامة سببت لكل اللي موجودين أقصى درجات الذعر. كان سبب الذعر إنها لما ابتسمت كشفت عن أسنان مش ممكن تشوفها غير في أفلام الرعب، ده غير جسمها اللي اترفع بشكل مخيف من على السرير. سنان طويلة حادة كأنها مصاص دماء. الممرضات هربوا من المكان بسرعة، أما الدكتور اللي ابتسمت له خلته ما قدرش يتحرك من مكانه ولا يهرب زي اللي هربوا. كان سؤاله سألها انت ايه؟ حركت رقبتها فقط ناحية الدكتور من غير ما جسمها يتحرك، وكأن رقبتها مش جزء من جسمها، فقالت انا من المنطقة 51. الممرضات بلغوا الامن اللي في المستشفى، واول لما الست سمعت خطوات الامن جاية وهم داخلين اوضة الطوارئ هجمت على الدكتور وغرست اسنانها الحادة في رقبته وهمست في ودانه وقالت له هناك اخرون غيري. بعدها جت قوة اقتحام غريبة وجم المكان واقتحموه واخدوها. كانوا لابسين ملابس غريبة وكمامات كأنهم رواد فضاء. ناس فسرت الموضوع ده وقالت انها الست دي كانت ضحية لتجارب جينية تم اجراءها عليها في المنطقة 51، والموضوع منع نشره او الكلام فيه بعد كده. باراك اوباما في احدى المناظرات الانتخابية قال جملة غريبة قوي، قال أول شيء أود معرفته عند دخول البيت الأبيض ما هو سر المنطقة 51 الذي تخفيه الولايات المتحدة الأمريكية دوما. لكن مجرد ما وصل للبيت الأبيض رفض الإفصاح عن اللي عرفه أو اللي شافه، وفي أكتر من حوار صحفي اتسأل أنت وعدتنا أنك هتقول لنا سر المنطقة 51 لما تدخل البيت الأبيض، وكان بيتهرب من الإجابة. I want to know about under Area 51 yeah. where to keep all the alien species. I can't tell you about that. You can't confirm nor deny. I cannot confirm nor deny. That's a yes, right? I can't say. Blink. You know, there's certain things that are classified. Area 51. Were you an employee or are you now? I'm a former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and. Okay, well, we're thinking of as aliens, Arthur. They're extra-dimensional beings that... مجلة مترو الأمريكية قالت إن هناك عدد كبير من الأسماء المستعارة لتلك المنطقة، من بينها بارادايز أو مزرعة الجنة أو ووتر تاون أو جروم ليك. تداولت مواقع وقنوات عالمية صور وفيديوهات لأطباق وطائرات من نوع غريب بتحلق في تلك المنطقة، واستخدمها البعض للتأكيد على وجود كائنات فضائية في المنطقة 51. من فترة قريبة سمحت هيئة الملاحة الأمريكية بالإفراج عن بعض الفيديوهات اللي بترصد حركة أجسام طائرة غير معروفة، فيديوهات حقيقية وموثقة. أحد الأجسام دي تم رصدها من خلال الأشعة تحت الحمراء وهو بيطير بسرعة غير مسبوقة وخارج مجال أجهزة الرصد. رائد الفضاء جوردن تم اختياره ضمن مجموعة مكونة من 7 أفراد علشان يقوموا بتجارب ضمن تجارب المنطقة 51. حسب كلام جوردن هو مضى تعهد بقضاء 6 شهور في الخدمة. خلال 6 شهور دي أجرى 22 اختبار على مركبات مختلفة.
بس كل شيء كان ممكن يمر بطريقة عادية وطبيعية لولا أنه كان في أحد الأيام وهو بيقوم بأحد التجارب شعر باهتزاز غريب في المركبة بتاعته، ولما بص من النافذة شاف جسم غير واضح المعالم كان متوهج ولونه أخضر مشع وجاي ناحيته بسرعة رهيبة. جوردن لما بص في الرادار لأن الجسم ده منطلق بسرعة رهيبة استحالة تكون سرعة بني آدم، فضل جوردن يراقب الجسم وهو يبعث بالتقارير للقيادة، وفجأة الجسم طلع ناحية السماء في خط مستقيم بسرعة الضوء واختفى. الحكاية دي انتشرت بشكل كبير وذكرها جوردن في أحد اللقاءات التلفزيونية، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل أكتر أو إيه اللي حصل بعد كده. علاقة المنطقة 51 بالكائنات الفضائية علاقة عليها علامات استفهام كبيرة. داخل المنطقة 51 موجود قسم سري شعاره SCP، وهو اختصار لجملة بالإنجليزية معناها أساليب الاحتواء الخاصة. وظيفته تأمين أشكال الحياة أو المواد الخارقة للطبيعة. موجود داخل القسم ده كائنات لا تنتمي لعالمنا، نذكر منها على سبيل المثال على فكرة وليس الحصر. 1، أول كائن معانا هو التمثال وبيرمز ليه بالرمز SCP-173. بيعتبر من أخطر الكائنات الموجودة هناك، وهو مصنوع من الخرسانة والحجارة، قوي جدا، بيقتل عن طريق كسر العنق. في تحذير موجود إذا أردت رؤيته، أوعى تبص في عينيه، النظر في عينين هذا المخلوق بتخليه شرس جدا ويهاجم بلا رحمة. بيتغذى على الدماء الدافئة، يقال إن تم العثور عليه داخل بقايا نيزك. 2، الرجل العجوز، ده اسم الكائن الثاني وبيرمز ليه بالرمز SCP-106. موجود داخل قفص معلق في الهواء ممنوع الاقتراب منه، أقل مسافة للاقتراب من الرجل العجوز لازم تكون أكتر من 5 متر، لا ينام أبدا، صاحي طول الوقت، يشبه الرجل العجوز في ملامح الوجه لكنه مخيف ومرعب، يستخدم أنيابه في تمزيق ضحاياه، قتل 3 حراس خلال فترة وجوده، محدش منهم قدر ينجو منه، يستطيع أن يحفر تحت الأرض ويعيش في الكهوف والمغارات، معروف بقدرته على تسلق الجدران والزحف على الأرض والجدران، بيعشق لحوم البشر. 3، طبيب الطاعون ويرمز ليه برمز SCP-049. بيمتلك شكل بشري، طوله حوالي 2 متر، وقيل ان علماء المنطقة 51 مش قادرين يدرسوه. بيرتدي ملابس طبيب الطاعون اللي كان بيرتديها الأطباء في القرن 16، عبارة عن بلطو جلد وقناع على الوجه، له منقار طويل يشبه منقار الغراب. اللبس والقناع جزء لا يتجزأ من هذا المخلوق ولا يمكن انتزاعهم. أشعة إكس لا تخترق جسد طبيب الطاعون، بيطلق صرخات عالية من وقت للتاني، لا يتحدث، يتواصل عن طريق الصراخ فقط. استطاع في أحد المرات تحطيم جدار الزنزانة باستخدام قبضة يده. جسمه حامل لمرض الطاعون، ورغم كده هو غير مريض بيه. تم تجميده باستخدام النيتروجين السائل وتم وضعه في غرفة ذات حراسة مشددة خوفا من هروبه. المنطقة 51 منطقة غامضة جدا، وكلامنا عنها هيشدنا طبيعي ان احنا نتكلم عن ظاهرة الأطباق الطائرة وحوادث الاختطاف اللي البعض تعرض ليها عن طريق الأطباق الطائرة. ممكن نقول بشكل آخر ان البعض ادعى انه تعرض ليها، وتم الربط بين الأطباق الطائرة والمنطقة 51 بشكل مباشر. من ضمن الإشاعات اللي انتشرت جدا في العالم كله كانت في أمريكا أن الأطباق الطائرة ظهرت في مصر القديمة من أيام الفراعنة، وسجل الملك أمنحوتب الثالث رؤيتها، حتى أن البعض قال أن الفضائيين هم بنات الأهرامات، وكان دليلهم وجود شيء بيضاوي الشكل موجود في أحد النصوص المنحوتة في مقبرة أمنحوتب الثالث. فسروه أنه طبق طائر، لكن تم إثبات أنه مش طبق طائر ولا حاجة، ولكنها كرات البرق، ودي ظاهرة طبيعية نادرة بيظهر فيها البرق على شكل كرة مضيئة وبتكون قريبة من الأرض جدا. دكتور زاهي حواس قال إن ترجمة النص الحرفي بتقول إنه تم مشاهدة برق على شكل كرات أحرقت بعض المباني في المدينة. أما الكهنة ففسروا ده على إنه لعنة من آمون، نظرا لأنها كانت ظاهرة غريبة على المصريين وأول مرة تحصل.
ظهر كمان عدد من المقالات في بعض المجلات والجرائد بتقول إن الأطباق الطائرة والمخلوقات الفضائية دي من عالم الجن اللي بيشاركنا كوكب الأرض، وإن الجن عنده قدرات طبيعية تفوق البشر. ولما تسألوا عن سر ظهورها في وقت قريب مش من زمان، مع إن الجن موجود من وقت أو من قبل كمان وجود البشر، قالوا إن الجن بيتكيف مع كل عصر بشكله وبلبسه، يعني بيجي كل عصر بالشكل اللي يناسب العصر ده. والعصر اللي احنا فيه ده عصر المدنية والتقدم العلمي، وعلشان كده كل مشاهدات الأطباق الطائرة مجرد تضليل ووهم من عالم الجن بالطريقة اللي هم عارفين انها تثير اهتمام البشر. اما البعض الاخر فربط ظاهرة الأطباق الطائرة بالماسونية، قالوا ان الموضوع كله وهم من صناعة الماسونيين اللي استعانوا بالألمان في صناعة الأطباق دي، وبالبعض قال ان الماسونيين استعانوا بالجن مش بالألمان. أصحاب النظرية دي بيقولوا إن الماسونيين دايماً بيعتمدوا على فكرة التضليل والتشويش الإعلامي على العالم، وبيحاولوا يوجهوا الناس للتفكير في أي حاجة تشغلهم، فابتكروا موضوع الأطباق الطائرة وبيحاولوا من خلال الكلام عن المخلوقات الفضائية الوهمية يوصلوا للناس إن الحكومة الأمريكية نفسها بتبحث عن هذا السر، علشان يقدروا في النهاية بعد ما الناس كلها تقتنع إن اللي بيشوفوه ده كائنات فضائية جاية تهاجم كوكب الأرض وتهددنا بحروب علينا، يستدرجوهم ويقنعوهم إن العالم كله لازم يتكاتف لمواجهة الأعداء، وبالتالي يتم ضمهم لما يسمى بالنظام العالمي الجديد الخاص بالماسونية. وخلينا في مرة نعمل ملف كامل عن الماسونية، لأن الكلام عنها كتير وتستحق منا إن احنا نتكلم عنها. كان دليل أصحاب فكرة الماسونية وراء الأطباق الطائرة إن أغلب الشخصيات الشهيرة اللي قالوا إنهم شافوا أطباق طائرة هم أعضاء في جماعة الماسونيين، ومن ضمنهم الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. الموضوع بدأ سنة 1947 لما كان في طيار اسمه كينيث أرنولد بيقود طائرة فوق جبال بواشنطن، وكان في مهمة بحث عن حطام طائرة نقل عسكرية، ولكنه لقى حاجة أهم من وجهة نظره وروايته. شاف 9 أجسام غريبة على شكل قرص أو طبق، وكانت طايرة بسرعة غير طبيعية وصلت لأكثر من 1700 ميل في الساعة في تقديره. قال بعد كده للصحافة إن الأجسام دي كانت بتتحرك بطريقة غريبة وكأنها تتزحلق على مياه. وفي نفس السنة نشرت بعض الصحف الأمريكية خبر عن اكتشاف طبق طائر محطم في منطقة روزويل في ولاية تكساس، ومن ساعتها زادت فكرة الأطباق الطائرة والمخلوقات الفضائية في عقول الناس وخصوصا عند الأمريكان، وأشخاص كتير على مر السنين بدأوا يدعوا أنهم شافوا أطباق طائرة أو مخلوقات فضائية، أو حتى كمان أنهم حصل اختطاف ليهم أو حوار متبادل بينهم وبين الفضائيين. على فكرة الناس اللي بتدعي رؤية الأطباق الطائرة مش مجرد ناس موهومة، أكتر من 61% من الشعب الأمريكي بيعتقد وبيقتنع بوجود الأطباق الطائرة، منهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. المخابرات الأمريكية خصصت وحدة كان هدفها جمع وتحليل المشاهدات المختلفة على مستوى العالم للظاهرة دي، وده يوحي بأن الموضوع مهم جدا وما فيهوش أي مجالات للتهيؤات أو الهلاوس. لكن برضو هل من المعقول ان كل الاقمار الصناعية والصواريخ اللي تم اطلاقها لاستكشاف ودراسة الفضاء الخارجي والكواكب ما قدرتش تصور ولا كائن فضائي واحد، ولا رصدت اي طبق طائر بشكل واضح، ولا قدرت حتى تقدم تفسير منطقي للي البعض بيأكد انه شافه؟ ده في اكتر من 3 مليون شخص في امريكا لوحدهم ادعوا انهم تعرضوا للاختطاف من الكائنات الفضائية. هل ده حصل وبيتم التعتيم عليه؟ ولا هل ده كله شائعات؟ ولا هل ده كله بحث عن الشهرة؟ الله أعلم. حادثة اختطاف شهيرة هي حادثة اختطاف أنتونيو فيلوس في البرازيل، تم اعتبارها أول حادثة غريبة سجلت في العصر الحديث لأنها بتحمل كل علامات الاختطاف من الأطباق الطائرة. 15 أكتوبر سنة 1957 كان أنتونيو فيلوس عمره 23 سنة وبيعاني من حالة تسمم إشعاعي وفقدان للشهية وغثيان وشعور بالحرقة في عينيه وآلام في أنحاء مختلفة من جسده، ظهرت على شكل آثار حروق دامت لشهور وكانت بارزة من الجلد ومؤلمة عند اللمس. خضع أنتونيو لاختبارات وكشفوا عليه جسديا ونفسيا، وكانت النتائج مدهشة حتى للعلماء اللي رافضين فكرة وجود مخلوقات فضائية، ورفضين كمان فكرة ان الناس او البشر يختطفوا من اطباق طائرة. وتم التعتيم على النتائج،
على الرغم من أن الاختطاف حصل في 15 أكتوبر، لكن الملاحظات الغريبة ظهرت قبل 10 أيام من الحادث. يوم 5 أكتوبر بعد الساعة 11 بالليل بشوية، لمح أنطونيو ضوء أبيض مشع في السماء وهو بيفتح شباك أوضته، واعتبر الموضوع ده عادي وما ادالوش أي اهتمام. لكن بعدها بكام يوم كان أنطونيو نايم وصحي من وسط نومه، لقى نفس الضوء اللي شافه من كام يوم لسه موجود في مكانه، وكل ما يبصله يقرب عليه أكتر. حس بخوف شديد وقفل الشباك بسرعة، وصحى أخوه علشان يشوف الضوء من ورا الشباك قبل ما يختفي. في 14 أكتوبر ما بين 9 ل 10 بالليل كان أنطونيو وأخوه بيشتغلوا في الأرض الزراعية بتاعتهم. ظهر ضوء أبيض شديد على مسافة 100 متر منهم. ساب أنطونيو أخوه راح ورا يشوف إيه مصدر الضوء، ولما قرب من مصدر الضوء، الضوء نفسه هرب لحد آخر الحقل. حاول يقرب له تاني لأكتر من 20 مرة، وكان كل مرة بيقرب من مصدر الضوء كان الضوء بيهرب ويبعد. تاني يوم كان أنطونيو لوحده في المزرعة في نفس المكان اللي شاف فيه ضوء الليلة اللي فاتت، ولكن المرة دي شاف ضوء أحمر متوهج في السماء بيقرب منه بسرعة كبيرة جدا لحد ما توقف فوق رأسه بحوالي 50 متر. بص فوق لقى جسم غريب بيضاوي كان هو مصدر الضوء الأحمر الغريب ده، ونزلت من الجسم البيضاوي 3 أذرع ووقفت على الأرض. أنطونيو ترعب وجري ناحية الجرار الزراعي اللي كان بيشتغل عليه، لكن معرفش يشغله، اتعطل. سابه وجري بسرعة ناحية البيت، لقى كائن حجمه صغير نوعا ما بيمسكه من إيده. كان تقريبا واصل لحد كتف أنطونيو ولابس لبس غريب. حاول يقاوم ويهرب، لكن 3 مخلوقات غريبة مسكوه بعنف، ولقى نفسه بيرتفع من الأرض ناحية المركبة الفضائية. لقى نفسه بعدها في أوضة معدنية فاضية صغيرة فيها نور زي أي نور أوضة عادي، واتفتح الجدار وأخدوه على أوضة تانية فيها ترابيزة غريبة الشكل حواليها مجموعة من الكراسي من غير مسند زي الهاي تشير اللي احنا بنستعمله. حاولوا يتواصلوا معاه بأصوات غريبة طلع منهم بيقول ما كانتش تشبه لغة البشر إطلاقا ولا حد يقدر يقلدها، هي حاجة أشبه بالهمهمة ولكنها كانت مرعبة، وكل ما افتكرها جسمي بيأشعر. بيقول ما كانوش فاهميني ولا هو فاهمهم، لكن بصوله كأنهم بيقولوله اطمن مفيش حد هيأذيك، وبدأوا بهدوء وفضول يقلعوا هدومه، دهنوا جسمه بمادة لزجة عديمة الرائحة ونقلوه أوضة تانية وسحبوا دم من دقنه، وفضل أثر الجرح مكان السحب موجود ولاحظوا الدكاترة في المستشفى بعد كده. دخل بعدها أحد المخلوقات ورجعوا لأنطونيو هدومه ورجعوا بيه على نفس الأوضة اللي كان فيها الترابيزة، وقعدوا يتكلموا فترة متجاهلينه كأنه مش موجود. لاحظ أنطونيو في الوقت ده وجود علبة متغطية بطبقة زجاجية شكلها عامل زي الساعة أو المنبه وفيها أرقام 3 و6 و9 زي الساعات العادية، لكن على الرغم من مرور الوقت عقارب الساعة دي ما بتتحركش، فاستنتج انها مش ساعة وحاول ياخدها، لكن احد المخلوقات لاحظ ده واخدها منه على الفور. نزلوه من المركبة الفضائية في نفس المكان اللي اخدوه منه، وارتفعت المركبة الفضائية بسرعة هائلة واختفت في ثواني وكأنها مجرد ضوء احمر صغير اختفى في السماء. لما رجع أنطونيو كانت الساعة حوالي 5:30 صباحا، لقى الجرار في مكانه متعطل زي ما هو، واكتشف أن سلك البطارية مفصول، وكأن الكائنات الفضائية عارفة الجرار ده بيشتغل إزاي وقدرت تعطله. وصف أنطونيو الكائنات أو المخلوقات الغريبة دي بالتفصيل، قال إن هما كانوا لابسين ملابس ضيقة مصنوعة من مادة رمادية ناعمة وسميكة بتغطي جسمهم بالكامل لحد رقبتهم زي رجال المطافي. طولهم حوالي 160 سنتي، كانوا لابسين خوذ كبيرة أكبر من أجسامهم، ومن شكلها يتضح أن رأسهم طويلة أو في حاجة متضخمة ومستخبية فوق رؤوسهم. الخوذة كانت مخبية وشهم كله ومش ظاهر غير العينين اللي كانوا باينين من عدستين دائريتين في الخوذة. الخوذة طلع منها 3 أنابيب معدنية أو مطاطية ما كانش قادر يحدد في وصفه، كانوا متوصلين بالجوانب الأخرى في رؤوسهم ومغروسين في ملابسهم.
قال إن كان في حاجة زي لوجو أو شعار لونه أحمر في حجم شريحة الأناناس تقريبا محطوط على صدورهم وبيعكس الضوء. خلال 3 شهور من تجربة الاختطاف عانى أنطونيو فاليس من إفراط في النوم ومتاعب صحية تانية. اختفى تماما من الحياة وانشغل في دراسته وحصل على شهادة في القانون وعمل محلفا قانونيا. توفي أنطونيو سنة 1992. حالة غريبة تانية تم الإبلاغ عنها هي حالة بلاندا برادلي، وهي سيدة بريطانية عمرها 48 سنة. بتقول خرجت مع أطفالي الاثنين، رحنا حديقة علشان نلعب ونستمتع بالجو الجميل. اتفاجئنا أثناء وجودنا في الحديقة بحاجة تشبه كرة النار، حجمها ضخم جدا في السماء، بتظهر بألوان مختلفة وتتجه ناحيتهم بسرعة شديدة، ووقفت على بعد 2 متر من سطح الأرض. أصيبوا بحالة شديدة من الخوف والهلع وجريوا ونجحوا في الهروب. لكن الغريب ان من يومها بدأت تحصل لهم حاجات غريبة. لاندا بتقول ان من يومها جهاز التلفزيون بتاعها بقى يتعرض لنوبات تشويش غريبة غير مبررة، واحيانا بتسمع صوت طالع من التلفزيون بيتكلم بلغة مش مفهومة، وبدأت تظهر على جسمها علامات زرقاء ملهاش اي سبب او تشخيص طبي. الأقرب من كده ان الجيران بدأوا يشوفوا واحدة شبيهة تماما لبلاندا بتجري في الشارع بالليل، مع انها في نفس الوقت بتكون في بيتها او في شغلها. وحصل كمان انها تعرضت لموقف غريب بشهادة زمايلها في العمل. بلاندا بتلبس شارة او علامة عليها اسم بلاندا وظيفتها اللي هو زي النيم تاج. فوجئت في يوم ان الكتابة اللي على البادج ده او على النيم او على المكان بتاع النيم تاج بتختفي تدريجيا واتمسحت خالص. اتعرضت بلاندا لحالة نفسية سيئة وبدأت تتردد على طبيب نفسي، ومرة في التانية تحسنت نفسيتها وبتقول الكائنات الفضائية ما سابتنيش في حالي. هبط قدامي طبق طائر تاني وأنا بتمشى على جسر النهر، وخرج منه مخلوق غريب ليه شعر كثيف نزل على كتفه وعينيه شكلها غريب جدا كأنها مقلوبة لفوق وميلة. تقدم ناحيتي الكائن ده وكنت مستسلمة ومش قادرة أتحرك أو أقاوم، وبدأ يفحصني بمواد غريبة وأدوات شكلها أغرب، وسابني واستقل المركبة الفضائية ومشي. سنة 1961، الزوجين باتي أندرسون وبارني هيل كانوا راكبين العربية بتاعتهم في طريقهم لنيو إنجلند، وفجأة ظهر ليهم ضوء ساطع جدا ما قدروش يتعرفوا على مصدره في الأول، لكنهم وصفوه بحاجة مستديرة شبه علبة الباودر بتاعة المكياج، وبلغوا القوات الجوية. وطلع ان اجهزه الرادار في القوات الجويه التقطت اشارات غير مفهومه في نفس الوقت اللي ظهر فيه هذا الطبق لباتي وبارني. وبعد خضوع بارني لجلسه تنويم مغناطيسي اتحكى الاتي: تم اختطاف بارني وزوجته في المركبه الفضائيه وتعرضوا لفحص طبي شامل، وتم اخذ عينات من الدم منهم، وبعدها رجعوهم لنفس المكان اللي تم اختطافهم منه. معظم تجارب الاختطاف من الأطباق الطائرة تقريبا بيتشابهوا في النقطة دي. 1، عمليات الاختطاف بتحصل بالليل غالبا لما يكونوا نايمين في سرير أو يكونوا في مكان بعيد فاضي صحراوي، المهم يكونوا لوحدهم. 2، بتبدأ برؤية نور أبيض وقوي متجه ناحيتهم مع صوت شبه الموتور، وبيبدأوا يشوفوا المركبة الفضائية بتظهر قدامهم، وعادة بيحس الشخص أنه عاجز عن الحركة أو النطق أو أي حاجة غير أنه بيتشل تماما، ولو راكب عربية العربية بتتعطل ما يعرفش يتحرك بيها. 3، أجساد المخطوفين بترتفع تدريجيا لفوق كأنها بتنعدم الجاذبية وتنطلق نحو المركبة الفضائية. غالبا المركبة الفضائية بيكون شكلها بيضاوي أو اسطواني وحواليها أضواء متحركة. 4، بيستقبلهم في المركبة عدد من الكائنات الفضائية بيتميزوا بالملامح التالية: رؤوس كبيرة، عيون كبيرة بشكل حبة اللوز، سوداء بدون أي أثر لبياض العين، أيادي بها 3 أصابع، وفي بعض الروايات 6 أصابع. أجسام نحيلة، لون الجلد رمادي، أنف صغير جدا يكاد لا يرى، في الغالب قصار القامة. 5،
بيتم التواصل بين المخطوف والكائنات الفضائية عن طريق التخاطر بالأفكار من غير ما يحركوا شفايفهم، وفي حالات نادرة بيكون في بشر مع الكائنات الفضائية كمساعدين ليهم. 6. الكائنات الفضائية دايما بتقوم بتعرية جسد المخطوف وبياخدوا منه عينات من الدم وربما السائل المنوي وربما البويضات لدى المرأة. 7. في بعض الحالات قالت الكائنات الفضائية للمخطوفين أنهم جايبين من كوكب اسمه أوم، وساعات بيوروا المخطوف خط مسار رحلتهم عبر المجرات. 8. بعد إتمام المهمة بيرجعوا المخطوف لمكانه الأصلي، وساعات كتير قبل ما يرجعوه بيشرحوا للمخطوف إن هدف مهمتهم أنهم يزودوا النسل المهدد بالانقراض، وأنهم بيعملوا تجارب تهجين لكائن نصف بشري ونصف خاص بيهم. 9. في أوقات كتير بيتمكن فيها المخطوف من أنه ياخد أي حاجة يسرقها من المركبة الفضائية، ورغم بيكون هو متأكد جدا أنه أخدها، لكن لما بيفوق بيلاقي أنها مش موجودة خالص. 10. في الغالب ما بيقدرش المخطوف يفتكر أي حاجة من اللي حصلت معاه خلال فترة الاختطاف، لكن بيحس بحاجات غريبة حصلت معاه مش قادر يفتكرها، وممكن يحس بألام في جسمه أو يشوف علامات، ويبدأ يحلم بكوابيس وحالته النفسية بتتأثر لحد ما يلجأ لطبيب نفسي وبيحكي اللي حصل له بالكامل خلال جلسات التنويم المغناطيسي. اللي بيأيدوا نظرية الاختطاف بيقولوا إن المشاهدات المتكررة لأطباق الطائرة حول العالم بتدل على وجود كائنات فضائية عندها مهمة محددة، وهي إنقاذ النسل المهدد بالانقراض من خلال التجارب على عينات من الناس اللي بيخطفوهم. وبيأكدوا إن تجارب الناس اللي تعرضت للخطف مش معقول كلها كذب وكلها هلاوس أو كوابيس أو حالات نفسية. ليه؟ لأن عددها كبير جدا وحصلت مع ناس بيتمتعوا بقدرات عقلية سليمة، وكمان معظم اللي تعرض لتجربة الاختطاف حكوا تفاصيل متفقة مع بعض بنسبة كبيرة جدا، برغم ان هما ما يعرفوش بعض، وبرغم ان زمان ما كانش فيه وسائل نشر المعلومات بالشكل الموجود دلوقتي. وكمان حكوا ايه؟ حكوا تفاصيل عن شكل المركبات الفضائية وعن اشكال الفضائيين وعن سحب عينات الدم منهم. ومن وجهة نظر مؤيدي نظرية الاختطاف من الكائنات الفضائية انه بيتم التعتيم والاستهزاء من هذه الظواهر عن قصد، لان المخابرات الامريكية ليها دور كبير في التعاون العسكري السري مع الكائنات الفضائية بهدف تطوير اسلحة ذكية ومتطورة في مقابل التضحية بالبشر. اما اللي بيعرضوا نظرية اختطاف البشر من الكائنات الفضائية فبيقولوا لا يمكن الاعتماد على التنويم المغناطيسي لوحده كوسيلة لمعرفة الحقيقة، لان زي ما احنا عارفين العقل اللاواعي عنده قدرة على اختلاق خيالات متنوعة ويصدقها زي الاحلام، ولحد دلوقتي المحكمة ما بتعترفش بالتنويم المغناطيسي. في رأي اللي بيعرضوا نظرية اختطاف البشر، التنويم المغناطيسي بيفصح عن الحقيقة ولكن لا يؤكدها، ممكن يكون بس بيعبر عن هواجس ورغبات الشخص وتفكيره المستمر، يساعد فهم الحالة النفسية لكن ليس حقيقة مطلقة. قالوا كمان ان اعداد اللي ادعوا اختطافهم بالاطباق الطائرة زادت جدا في فترة الثمانينات، لان كان في مجموعة من الافلام تناولت اختطاف الكائنات الفضائية للبشر، وكانت افلام كتير، فبدأت الناس تدعي هذا، وكمان صدر كتب كتير بتبحث في هذا الموضوع، وقالوا ان ده دليل كافي على ان تجارب المخطوفين ناتجة من تأثرهم باللي شافوه في الافلام وقروا عنه في الكتابات، فانتبتهم حالة زي الهستيريا الجماعية بتظهر في كوابسهم وعقلهم اللاواعي. ده تفسيرهم للتشابه في التفاصيل بين الروايات اللي سمعوها من المختطفين. المعارضين لنظرية الاختطاف طرحوا كمان سؤال عن سر الاختفاء المفاجئ للحاجات اللي المخطوف بياخدها معاه من المركبة الفضائية، وقالوا بكده يبقى مفيش ولا دليل مادي واحد على الاختطاف، وانه ده ممكن فعلا يكون مجرد هلاوس. في ملفنا النهاردة حاولنا نفسر ونجمع كل الأحداث الغامضة والأقاويل المتناثرة والغريبة فيما يخص المنطقة 51 بكل ما فيها وبكل ما قيل عن حوادث الاختطاف من الأطباق الطائرة. المنطقة 51 كل الكلام عنها احنا حاولنا نجيبه على قد ما نقدر. المنطقة 51 لحد يومنا النهاردة بيقر العديد والعديد من الباحثين والعلماء انها ليها علاقة وثيقة بظهور اطباق فضائية وبظهور كائنات فضائية وكائنات ومخلوقات مرعبة من تحت الارض. يا رب نكون وفينا لكم النهاردة كل اللي انتوا عاوزين تعرفوه عن المنطقة 51. بفكركم ان في قصة رعب اسمها زائرة العنبر، القصة دي موجودة فقط وحصريا على قناة احمد يونس على يوتيوب، بتتكلم عن طفل في ملجأ وتعرض لقصة غريبة جدا اسمها زائرة العنبر.
ياريت كمان تنضموا لنا لعيلة أحمد يونس على فيسبوك، وزي ما قلنا العيلة فوق 72,000، أي رقم تاني أقل أو أكتر من الرقم ده بكتير يبقى ده مش الجروب أو ده مش العيلة الرسمية بتاعتنا. تقدروا تتابعوا قصص الرعب على قناة رعب كلام معلمين الراديو 9090 أو على قناة أحمد يونس على يوتيوب. شكرا لحسن المتابعة، تصبحوا على ألف خير، هنتقابل يوم الحد الجاي وصباحك ومطرحك من الساعة 7 للساعة 10 صباحا، ويوم الخميس الجاي لنا معاد تاني في كلام معلمين من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. تحياتي وحبي، أحمد يونس. الراديو 9090 هواها مصري.